مهربيه مهربيه، واحد على التليفون بيقول انه عايز يتفاهم مع حضرتك في موضوع احمد. مستنيه ايه؟ وصليني بيه بسرعه. لا 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 لا، مساله مش جد يا مهربيه، مش جد. الخاطف اخترنا انه مش محتاج لفلوسنا. الا ومين اللي قال لك ان اللي كلمكم هو الخاطف؟ اسلوبه، اسلوبه يا مهربيه. يلا يا ابني قوم رد على التليفون، ده ابنك وشغلك. قوم يا ابني قوم، حيا للمجرمين ما بتخلص. اتكلم يا ابني رد. الو، لما الفلوس تبقى جاهزه الولد هيبقى جاهز. ايه؟ انا مين؟ انا مندوب. عايز صوره عشان تتاكد ان هو الواد ولا لا. ماشي ماشي، كلام الأمر، نجهز الصورة وعلى بالليل نختاركم. طبعا هتبقى جاهزة. بقول لا، انت ما تتصلش، انا اللي هتصل. على بالليل هيبقى في اتصال تاني. سلام. ده راجل متخلف يا ابني، بلاش تهمل او تستخف بأي حاجة. انا اهملتش ولا استخفيت. هو قال هيبعت لنا صورة. ابعت، احنا عارفين ابننا وعندنا صورته. لو طلعت هي الصورة هناخد المسألة جد، لو ما طلعتش يبقى احنا قدام مجرم جديد. الاستاذ حسام رئيس التحرير بتاعي المحترم. ايوه يا سيدي، ما نمتش طول الليل يا عزيزي، عملت دراسة وتحليل وبقى عندي صورة للشقة اللي فيها الولد، واقدر اديك العنوان كمان. انا في القهوة، ممكن اجيلك اي حتة، شيراتون، هيلتون، ميريديان، ماريوت. ايوه بس الاماكن دي ما فيهاش معسل. خلاص مستنيك في القهوه. هات شيشه يا ابني. العنايه حاضر. ده كتاب في الحب يا ابني. لا دي مسرحيه روميو وجولييت. تتكلم في الحب برضه، بلاش تغلطني يعني. ايوه طبعا، تعتبر من اشهر المسرحيات الحب. بتعلم منها مع انك موهوب، شكلك كده وقع اي بنت. بسم الله ما شاء الله. متشكر. انت اسمك ايه يا ابني؟ وائل. شكلك وائل، شكلك يقول انك وائل. وائل ايه؟ وائل محمد. وائل محمد. طب تعالى جنبي، تعالى عايزك، ما تخافش، تعالى تعالى تعالى، ما تخافش، تعالى وريني الكتاب ده. شكسبير. الحب مش في الكتب يا ابني، حتى لو كان المؤلف شكسبير. انت ليه تنقع عينك في القرايه؟ انا مستعد اديك درس الساعه ب 10 جنيه، ثلاث ساعات تبقى استاذ، الكلمه منك تبقى رصاصه في القلب، تدخل في اي بيت توقعها على طول. انا فاضي ثلاث ساعات. ايه مستكسره 10 جنيه؟ 5 جنيه، انا عارف الحاله الاقتصاديه. احب اعرف حضرتك المسرحيه دي انا رايح امتحن فيها. امتحان؟ ومستني المعيد اللي بيدربني. معيد وامتحان؟ لا افهم الحكايه مظبوطه. أنا رايح أقدم في معهد الفنون المسرحية. شكلك ممثل، شكلك اتولدت ممثل. يخرب بيتك، أنت اتولدت فاتح أول. تشرب حاجة، شاي يا أخينا، شاي. أنا أول واحد شافك وأنت على أول العتبة. أتعرف بحضرتك؟ صبحي برقوق، راجل أعمال. تشرفني. أهلا وسهلا. أنا مبسوط قوي. طب مين مثلك الأعلى في الممثلين؟ يعني تحب تبقى زي مين؟ ليوناردو دي كابريو. نعم؟ ليوناردو دي كابريو. فكرني بيك. بطل فيلم تايتانيك. ايوه تايتانيك، شفت الفيلم 10 مرات. ايوه مش الواد ده اللي شقط البت من على المركب وشقطها من حبيبها الغني اللي غزت؟ بالظبط. انت فيك شبه منه. ربنا يدينا حظه. وعلى فكره الولد ده مصري. مصري؟ مصري. مش هو اللي شقط البت من على المركب؟ مين يعمل كده غير واحد فهلاوي من الخرم والتعريف؟ بس هو من اصل ايطالي. امه ايطاليانيه بس ابوه مصري وكان صاحبه واسمه صبري. هما عشان ما عندهمش عربي بنتها صبري كابري. شكلك مش مصدقني. بصراحة الحكاية دي مش داخلة دماغي. الجيل الجديد كله كده، دماغه ناشفة. مش هو ضحى في الآخر الفيلم، مش ضحى بحياته عشان خاطر حبيبته؟ حصل. طب ليه مش عايز تصدق بمصري؟ مين بيضحك غير المصريين؟ في دي عند حضرتك حق. قلت لي اسمك إيه؟ وائل محمد. وائل محمد، لا من هنا ورايح هيبقى اسمك وائل الشريف. وقول إن أنا أول واحد سميتك الاسم ده. وائل الشريف. هي اسم كويس. دلوقتي عايز اسالك، وقعك لو وعني جاوب بصراحه، انت عايز تطلع ممثل ايه؟ يعني الفلوس؟ يعني الشهره؟ يعني العربيه؟
يعني الفيلا؟ يعني البنات والستات؟ يعني خلاص ادم كله يعني يعني سيبنا اعتني بيك. يلا انهض يا فتى اندمك. قول اكون او لا اكون تلك هي المشكله. بس اكون او لا اكون مش في المسرحيه دي، في مسرحيه تانيه. يا ابني عايز اشوفك كنت بتقول روميو اكون او لا اكون. لا ده كان هاملت. هاملت؟ هما مش اخوات؟ لا مش اخوات، مع ان ابوهم واحد. عمك مش كسبير. على العموم يلا اندمج، يلا ابدع، فرج الناس دي. اذا الناس دي انبسطت منك يبقى اكيد لجنه الامتحان هتنبسط منك. يلا يلا خد الكتاب. انا حافظ. حافظ؟ يلا يلا عايزك تنطلق، تقول، تغرد، تسمع الناس اللي بحارة دي كلها. فضل من لم يذق طعم الجراح يسخر من الندوب. الله يا سلام يا سلام، ما ذلك النور الذي ينساب عبر النافذة؟ قل إنه المشرق لاح، قل إنها جولييت، قل إنها شمس الصباح. هيا استعي يا شمس جميلة واسحقي البدر الحسود. الله الله، هالي تاني. راح فين تاني؟ تاني قول تاني، غرد سقفوله تاني قول. من يذق طعم الجراح يسخر من الندوب، ما ذلك النور الذي ينساب عبر النافذة؟ قل إنه المشرق لاح، قل إنها جولييت، قل إنها شمس الصباح. هيا استعي يا شمس الجميلة واسحقي البدر الحسود. الله الله أكبر. نجحت بامتياز، مبروك مبروك يا ابني. اياك حضرتك تكون بتجاملني. اجاملك ايه؟ اتنايل على هنا في راجل اعمال بيجامل. انت مستقبلك معايا، بلاش المعهد. بس انا عايز اكون ممثل. بلاش توكي في نفسك، اسمعني. حاضر. هختصر لك الزمن، الخمس سنين هيبقوا 5 اشهر. هعمل منك شيخ مودرن، داعي عصر. انا اول ما شفتك وانت بتقول ما ذلك النور الذي ينساب عبر النافذه، قل انه المشرق لاح، ظهرت السماحة وظهر العبقرية وظهر الجذاب. توعز الناس الشيك بالانجليزي وفرنساوي هتغرق في النعيم. ايه رأيك يا هالة؟ تمام تمام. بالألوان مش كده؟ كل الصور اللي يمدي بالالوان. والاستلام امتى بقى باذن واحد احد؟ الساعه 6 بالظبط. لكن جنابك عايز كام صوره؟ هي الصوره تقطع كام؟ حسب المقاس. 6 في 9. بس انا شايف 6 في 9 هيبقى حجمها صغير. يا ريت نخليها 13 في 18. خلاص ماشي. 5 جنيه للصوره الواحده. خلاص خليها صوره واحده بقى. يا حبيبي احنا ما بنعملش صوره واحده. امال كام؟ على الاقل 6 صور. اعوذ بالله، وانا هعمل ايه ب6 صور؟ طب خليهم 2. انت عارف الحاله الايام دي ما هياش قد كده. ربنا يكرمك. تصدق بالله لا اله الا الله، لولا انها فرحه وان ده طفل انا كنت قلت الشغلانه دي بلاء. الايام دي نص الشغل ثواب. ربنا يكرمك. المهم اجي استلم امتى باذن واحد احد؟ الساعه 6 بالظبط. بارك الله فيك. اتفضل. السلام عليكم. مع السلامة. جيل فاشل ما عندوش طموح. الولد بعد ما فرشت له السكة ده الماس ياقوت مرجان فتحت له مغارة علي بابا، يسيبني ويمشي ومش عاجبه ويرضيكوا؟ ده يرضيك يا حاج اهو انت لما يرضيك الكلام اللي ماشي. سلام. اهلا. ايه يا عم تاخرت كده ليه؟ ايه تاخرت عليك قوي؟ كتير قوي. اوعى تكون في مواعيدك يعني. لا لا لا، اصل رئيس القسم كان عامل لنا اجتماع وسحب كهربا شويه. يا ريت شويه شاي كشري في كوبايه. شاي كشري في كوبايه يا اخينا بعد سهر ليله طويله. الشقه بره مدينه القاهره في المجتمعات العمرانيه الجديده. وبناء على ايه التحليل ده عبقري زمانه؟ مفيش فرش في الشقه، يعني صاحبها يا دوب كان معاه القسط الاولاني دفعه واستلم.
يا اما دافع الكل اللي معاه مستني يفش حته حته. طب ما ممكن جدا الشقه دي تبقى في ارقى الاحياء، واحد اشترى شقه وما معهوش فريتش. ارقى الاحياء شقه فيها بمليون واثنين وثلاثه، يعني اللي معاه مليون ثلاثه يقدر يفرش. وبعدين شفت الحيطان تشطيب زباله، شغل المقاولين بتوع الباطن. طيب ممكن جدا الشقه دي تبقى في حته فقيره. حته فقيره فين يعني؟ جنيه نميش، عين الصيره، زاويه الحمراء، الناس اللي في المناطق دي ملزقين في بعض بالغيره. مين اهبل بقى هيخطف عيل ويروح بيه المناطق دي؟ العيل لو قال واء الصين الشعبيه هتاخد خبر. والله الكلام اللي انت بتقوله كلام مهم ومنطقي. وايه كمان؟ وان المجرم ده مجرم مثقف. فعلا. وهاوي. هاوي بس دماغ. انت عارف يا عم برقوق في بلاد بره تحليل سلوك المجرم بيكشف عن شخصيته. الا انا محدش يعرف دماغي ديت خطوطها شكلها ايه. طب ومين قال ان انت مجرم؟ اه صحيح، مين اللي قال؟ مين اللي قال يا عم؟ مين اللي قال؟ انت شخصيا. قلت لك عشان انت حبيبي. بس هي غلطه. اهو احنا عايزين غلطه بقى، بس مش منك انت. من مجرم ياسين مش كده؟ تمام. بفكر. سلام يا كبير. يا صاص. كل ما اقول لواحد اخدت تاشيره من امريكا يبص لي من فوق لتحت باعرف ويمشي. نعم حق، ده شكل امريكا. انت بتكتر قوي وتروح امبابه. شوف يا زازا، تطلع الاوتيل تجيب الباسبور بتاعي تاخد تاشيره بوركينا فاسو، يمكن ظروف هناك تكون احسن شويه. جاتك داهيه فيك وشكلك. السجن يا فندم. السجن منور باللي فيه. ها اخبار منوره ايه؟ جاهز مكتبي من بدري يا فندم. لا لا لا، مكتبي ايه؟ انا عايزه في الهواء والنور. اتفضل سيادتك. لما استدعوني وحموني وجابوا لي بدله مكويه انا قلت اكيد في حاجه حلوه. بصراحه انا كنت طمعان في الافراج، بس حضرتك احسن من الافراج. على فكره نص اللي في السجن يعرفوك ودايما في سيرتك. بالخير مش كده؟ لا مش بالخير، ده حضرتك اللي ساجنهم. دول عاوزين يشوفوك. بنوره. نعم. مراتك خدت 4 ايام سجن. ايه؟ هي عملت ايه؟ مش هي بس، ومعاها الطبله واللي اسمها مستيكا وجليله فتح النافوخ. تهمة يا باشا. ضرب مبرح وعنيف، والمجني عليها تعيش طول عمرها مشوهة وبأكتر من عاهة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والقهوة اتشمعت. هي ضربت مين في القهوة؟ ما أنا عارفها، إيدها طويلة شوية. لا ما ضربتش فيها حد، الصحة هي اللي قفلتها. آه، عشان لقت فيها صرصار. لا، 2. والمطلوب يا باشا؟ العدل. العدل بتاعي ولا بتاعكم؟ عدل ربنا. عدل ربنا يمشي عليا وعليكم، وده ما بيحصلش. عدل ربنا عمره ما بيتنفذ على الكبار الا لما سبحانه وتعالى بيطبقه بنفسه. المطلوب ايه يا باشا؟ الولد. الولد المخطوف. الباشا الكبير جاي يدور على ابن الباشا الصغير احمد ابن سيادة المقدم محمود بخيت. طب ما انت عارف من الجرايد. ما سيادتك عارف ان الجرايد بتوصل لنا، والمساجين ما بيصدقوا يسمعوا اي خبر عن حضراتكم. شوف يا باشا، لو حضرتك جاي عشان الموضوع ده فانت هنا في المطرح الغلط، زي ما انا موجود هنا غلط. وبعدين هخطف ازاي وانا جوه سجنكم؟ مش لازم تكون انت اللي خطفت، كفايه قوي تكون انت المخطط او المدبر. وهخطط وهدبر ليه؟ عشان تنفذ العدل بتاعك اللي عمل لك قضيه وجابك هنا. العدل بتاعي اللي ما عجبكوش اهو جه الوقت اللي يعجبكم فيه وترضوا بيه وتوافقوا عليه. شوف يا باشا، لو عاوزين الولد اخرج من هنا، غير كده لا في ولد ولا في عدل من اصله.
تخرج ازاي وانت بتقضي عقوبة بحكم محكمة؟ والمقدم ابنه اتخطف بحكم محكمة. المحكمة بتاعتك مش كده؟ اقعد يا بنورة. لا مش المحكمة بتاعتي، محكمة غيري. كل مظلوم يا باشا جواه محكمة عاوزة تحكم لصالحه وترجع له حقه. لما بتسحبوا المحاكم بتاعتكم للأوراق والمرافعات والمذكرات والمحامين والتأجيلات والاعتراضات، ما بيلاقيش غير محكمة بتاعته، وبرضه لا بترجع له حقه ولا بترفع الظلم عنه، وكمان بتجيب له قضية. معلوم، عشان كده كانت المحكمة بتاعتي. عملت ايه انا يا باشا عشان اترمي وسط الحرامية وقتالين القتلة؟ افرق انا ايه عن اي شيخ قبيلة بيحكم بين اهله؟ اسألك وانت الباشا الكبير، بذمتك لما بتغرقوا في قضية طار كبيرة مش بتجيبوا الشيوخ اللي لهم كلمة مسموعة عشان المية ترجع لمجاريها؟ ده صحيح، انا بقى كنت واحد منهم، بس بدل ما اكون في صحراء ولا في نجع كنت في الزيطة والزنبليطة. يا بنورة انت بتطبق العدل بالارهاب، وحضرتك جاي برضو تطبق العدل بالارهاب. انت في اول الكلام قلتلي ان مراتي واخدة 4 ايام حبس ومعاها 3 ستات، شوية شوية تقولي انك هتطلق عليهم نص دستة عساكر. احنا لا يمكن نعمل كده يا سعادة الباشا، انت عملت زي ما انا كنت بعمل بالظبط، العين الحمراء. بس الشيوخ القبائل بيحكموا من غير ورق ولا محامين، من غير غش ولا خداع. ليه بقى العدل بتاعي يبقى جريمة وعدلهم يبقى عزة وهيبة وزعامة؟ انت في مجتمع غير المجتمع. المجتمع هناك بتحكمه تقاليد، المجتمع هنا بيحكمه القانون. يا باشا كبير، يا ريت القوانين بتاعتكم يكون لها احترام التقاليد بتاعتهم. القوانين بتاعتكم يا باشا بتتفصل، عاملة زي لمؤاخذة تخشينة حجر الجوزة، تجيبها كده الدخان يكتب، تجيبها كده الحجر ينفس. اسمع يا بنورة، أنا مش جاي هنا علشان أعمل معاك مناظرة، أنا جاي هنا لهدف محدد، الولد. أنا بقى عندي كلمة محددة أحب أسمعها. ما أعرفش عنه حاجة، لا أنا ولا أي حد من طرفي بره. أنت من شوية إيه اللي خرجني وأنا أجيبهولك؟ عشان عارف انك انت مش هتقدر تخرجني. بلاغي حضرتك، مبسوط اني بشرط على سعادتك شرط. يا سعادة الباشا العدل بتاعي لا يمكن يحكم على طفل بذنب ابوه ولا على ام الطفل بذنب جوزها. العدل بتاعي يحكم على الضابط ومفيش حد غيره. زي الحكم اللي تنفذ على شلباية المرشدة. ما انا عرفت اللي حصل لها، الاخبار بتوصلني بعد ما بتحصل بنص ساعة. بس على فكرة أنا مبسوط قوي، كان لازم تاخد جزاتها عشان غشتني. إيه يا بنورة؟ أنت ليه مش عايز تقتنع إنك خالفت القانون واعتديت على الشرعية وعشان كده أنت هنا في السجن؟ بالاحتيال والنصب. مش فاهم. زيها زي اللي يرفع قضية بمستندات مزورة والمحكمة تاخد بيها. تجات لي على إنها مظلومة، حكيت لي حدوتة ولا حواديت السيمة، صعبت عليا صدقتها، جرجرتني الكمين، استدرجتني عشان امنع ظلم ما حصلش من اصله. لو حد اغرى حد للسرقه لازم يتحاكم معاه، لو حد حفر حفره لحد تاني لازم يقع فيها معاه. ايوه بس ده ما يمشيش في القانون. يبقى القانون غلط. ايوه في دي انت صح. اسالك يا باشا، لو في تاجر مخدرات والعالم كلها عارفة انه تاجر مخدرات، بتقبض عليه ازاي؟ متلبس. ناخد اذن من النيابة ونلاقي المخدرات في حوزته. صح الكلام، لكن ينفع نحط له احنا المخدرات ونقبض عليه ونقول عليه متلبس؟ لا كده عدل. انا بقى اتحط لي الحشيش من غير ما اضربيه، الضابط والمرشدة لفقولي تهمة، لو كانت قبض عليا بعد بلاغة تقدم فيا أقول ماشي غلطت حقيقي واستاهل اللي أنا فيه. الناس يا باشا تتحاسب على أفعالها،
الحاجات اللي بتعملها وبس. ممكن حد من رجالتك يكون خطف الولد مجامله ليك من غير انت ما تعرف؟ يجوز. جميل، هنا بقى لازم تتدخل. لا لا. ليه؟ انا ليا شرط. ايه هو؟ زي ما سيادتك متشحتف وخايف على الولد، انا برضو متشحتف وخايف على مراتي، تخرج هي واللي معاها. تاني يا بنوره، دي محرضه على ضرب كاد يفضي الى موت، بعدين المساله دلوقتي في ايد النيابه. المرشده تتنازل، مش شغاله معاكم ومنكم، تتنازل. نفرض انها تنازلت، احنا مالناش سلطه على النيابه. لكن فيه الود. فرض ان ده حصل، هنا بقى انا اتدخل ومن غير موعد. لو كان اللي عملها تبعي، الولد هيرجع في ساعة الزمن، مش تبعي يبقى خلاص وفوق البيعة يا سيدنا. هندور معاكوا عليه. قلت ايه يا باشا؟ ندرس الموقف. براحة سعادتك، بس يعني بعد اذن سعادتك عاوزك توصي هنا عليا. عاوز ايه؟ مراتي تزورني وهي حرة. الرحمة فوق العدل يا باشا. وبالشكل ده يا استاذ عبد الفضيل نبقى متفقين. ما فاضلش غير ان المحامي بتاعي والمحامي بتاعك يقعدوا مع بعض ويجهزوا العقود، وبعد ما نوقعها نبتدي التنفيذ. متفقين يا ماهر بيه. استاذن. الله، ده انت لسه ما شربتش القهوه بتاعتك. كاني شربتها. الحقيقه يا ماهر بيه، انا قلبي معاكم في المحنه الشده اللي انتوا فيها دي. ربنا يساعدكم. كتر خيرك. هي المحنه كانت شديده فعلا، ده مهما كان طفل بريء. والأمل في ربنا. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. ها، أخبارك يا بابا؟ زي ما أنت شايف. لسه ما فيش جديد؟ لا جديد. زرت عمتك؟ لا لا لا. ليه يا ابني؟ البركة فيك يا بابا، عملت اللي عليك وأكتر. لا يا ابني، المسألة مش زي ما أنت فاهم كده. في حاجات كتير أهم من الفلوس. عمتك وبنتها وأهل بنتها لازم يحسوا إن إحنا واقفين جنبهم بمشاعرنا وبكل مشاعر الأبوة اللي عندنا. أنت عارف أنا ليه رصدت المبلغ الكبير ده؟ الحقيقة مش عارف. لأني في لحظة من اللحظات حسيت إن الطفل المخطوف هو ابنك أو ابن أختك، وإن أنا جده. ما أنت جده فعلا. عشان كده لازم عمتك تحس بوقوفك جنبها، وإن وقوفك ده أفضل من الفلوس بكتير. تعرف يا ابني، الإنسان في ساعات المحنة بيبقى محتاج حد يقف جنبه، والحد ده بيبقى هو سنده الحقيقي. مشكلة يا بابا، أنا مش قادر أستحمل الموقف ولا حتى عارف اقول الكلام المناسب. لان الكلام مش مهم، المهم وجودك. ادخل. الراجل على التليفون يا فندم، مش عارفه اقول له ايه. ومستنيه ايه؟ وصليني بيه بسرعه. مين الراجل ده يا بابا؟ ده واحد بيقول ان الولد عنده. الو. ايوه، انا تحت امرك. اهلا يا مهربي. ايوه يا فندم، محطة اتوبيس الفتح. اخر خط طبعا. رفيق بيه؟ يا ريت. قلبي معاك يا محمود. في الحقيقة أنا مش عارف أعبر لك عن مشاعري الحقيقية، لكن ربنا عارف قد إيه أنا بتعذب. يا ريت أقدر أعمل حاجة. لا، أنت من حيث إنك تقدر تعمل حاجة فأنت تقدر تعمل. المهم إنك تكون مستعد. تعال اشتغل معانا لمدة ساعة. لا لا لا، مش هتبقى ظابط مباحث، هتساعدنا بس. تعال شرفني في المديرية وانا هشرح لك كل حاجة. سلام. افندم يا باشا. ده النقيب اشرب بسرعة. من عينيا اتنين يا باشا. Thank you.
باشا يا فندم. خير يا باشا. اشرف، في واحد مخبول وكذاب بيدعي ان ابنه عنده. انا واثق ان الكلام ده غير صحيح، بس لازم نحطه في اعتبارنا. تعليمات سيادتك. هنقبض عليه بعد شويه. انا خايف يكون اغراء الفلوس خلاه يخطف طفل من ابوه وامه. عندك بلاغ لاي اطفال مخطوفين؟ اسال يا فندم، بس جايز يكون خطف الطفل من اي بلد، ودي حاجه تحتاج وقت لغايه ما نعرف. بالطريقه دي لازم نقبض عليه وبسرعه. جهز لي قوه من المخبرين والامناء يتواجدوا في اخر خط اتوبيس الفتح، بس خلي بالك مش عايز اي حد يحس انهم مخبرين. ها، وبعد كده هقول لك على الباقي. تمام. يلا. فين الكاش الباقي؟ كنت خلصت العمليه دي في غمضه عين. استمع يا رب صوتي الذي به دعوتك، ارحمني واستجب لي، فإنه لك قال قلبي، طلبت وجهك ووجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني ولا تعرض بغضب عن عبدك، كن لي معينا، لا تخذلني ولا ترفضني يا الله مخلصي. في أخبار عن جوزك؟ لا. وحماكي وحماتك؟ اتصلوا قالوا إن عندهم مشوار وهيجوا على هنا. أنت كلتي؟ شربت عصير. مش كفاية. يا حبيبتي، دي إرادة ربنا ولازم نقبل بيها. أنت خايفة من إيه؟ يا ماما، ده ابني ما كملش أسبوع. ده لو حتى مش ابني هخاف عليه. انت تخافي لو كان ابنك شاب او صبي عنده ادراك، لكن ابنك ما عندوش ادراك. يعني ايه يا ماما؟ يعني الاطفال بيشوفوا الدنيا بعينين البراءه والطهر والجمال. لو ابنك خطفته من الغوله هيشوفها ملاك، هيشوفها عصفوره ملونه بتكلمها وتكلمه. خلي ايمانك اقوى من كده. انا خارجه. راح فين يا ماما؟ مشوار صغير وراجع على طول. انت فين يا نهال؟ اسمعي، مرات كده الواحد بيبقى فيه غشاوة على عقله، ومرات الحاجة تبقى قدام عينينا ومش شايفينها. أنا دلوقتي عارفة مين اللي خطف ابني وهو فين. لا لا، مش هقول لمحمود حاجة. تعالي بس على طول، تعالي لي، أنا مستنياكي. باي. إحنا في محنة يا مولانا. اسألي مفرج الكروب. اسألوا ليل ونهار يا سيدنا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وبشر الصابرين. صبرنا مر يا مولاي، ما فيش امر منه. لنا طفل رضيع ضايع، هو في رعايه الله حيا او ميتا. تمسك بالايمان وتشبث بالصبر. انتم من اهل النعمه، اليس كذلك؟ الحمد لله يا سيدي. ومن الصالحين. نسأل الله يا مولانا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن قوي دينه اشتد بلاؤه. يعني في أمل يا مولانا. سيدنا يوسف عاد من قاع البئر
وسيدنا موسى عاد من البحر، وسيدنا يونس عاد من بطن الحوت، والله هو القادر. طيب الحزن يا مولانا؟ عليك بقراءة القرآن. القرآن شغال ليل ونهار. العبرة بسماع القرآن وتدبر آياته والتفكر في معانيه. قراءة القرآن رحمة. والعمل يا سيدنا؟ اجتهد في البحث واطلب رحمة الله وتصدق على الفقراء، ولا يدفعك الشيطان إلى الدجالين والمشعوذين. وأنا أرى أنك لست أهلا لذلك، ولا تقنطوا من رحمة الله، فقد يأتي الفرج من الله في أقل من غمضة العين، فكونا دائما مع الله. جوانا نهار مش عايزة تنطفي أبدا يا مولانا. كتب ربكم على نفسه الرحمة. صدق الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. أبعد كل هذا تسألون وتستفتون؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة، والله خير سند. معاك ولا يا باشمهندس؟ أمان خلي بالك، الهدف بتاعنا ممكن يكون واحد من الناس دي. أستاذ رفيق اتأخر. يمكن ده ألف شكر يا باشمهندس. طلبات سعادتك. في أمانة عندك جاي أخدها. أمانة؟ أيوة أمانة. حضرتك صاحب الأمانة؟ أيوة. أمال أنا جاي لحضرتك ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو في حاجة؟ حضرتك عارف الأمانة دي عبارة عن إيه؟ ظرف جواب. أيوة صح، لكن الظرف فيه إيه؟ فيه صورة. غلط غلط يا محترم، الظرف فيه جوز جنيهات. الراجل فات عليا وترجاني عشان أخليه عندي، وحط فيه جوز جنيهات قدام عينيا، وقال لي ان ابن عمه هيمر عليا ياخده لانه مزنوق على الاخر. حضرتك لا مؤاخذه بقى، مش معقول تكون مزنوق في جوز جنيهات. حضرتك لو تتزنق هتتزنق في باكو. صدقني الظرف فيه صوره، ولو مش مصدق افتحه وشوف. ده حطهم قدام عينيا. الله 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 الله، ده الراجل استقرضني. ده في صورة صحيح. خد دي فوق الاتنين جنيه، كتر خيرك. السلام عليكم. لا 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 لا، ده في حاجة مش مظبوطة. وانا كروديا. اخينا اذا انت بتاع الظرف. طب اعرف حضراتكم مين الاول؟ اعرف انت ساكت. ما هو مفيش داعي للمسكه دي يا اخوانا. انا راجل سليم، انا كنت سليم سليم قوي. بس طب افهم في ايه؟ طيب ماسكني كده ليه؟ كلم الباشا كويس. فرج هات الراجل بتاع الكشك. حاضر يا باشا. على كلمة الباشا. أنا قلت في حاجة مش مظبوطة. هو أنا كروديا؟ أدي آخرة فعل الخير. أخويا تعالى. أمام يا باشا. تعرف الراجل ده؟ أعرفه بس ما أعرفلوش اسم. قال لي أحسب لك 2 جنيه أمانة عشان ابن عمي يجي ياخدهم عشان معذور. وجالي ابن عمه. أول ما جالي الكشك افتكرته هيشتريه عشان يعمله سوبر ماركت. يعني أنت متأكد إن هو؟ أيوه متأكد. عيني في عينه.
لا خلاص خلاص روح انت، مهمتك انتهت. اشرف عربيه بسرعه. أبرك يا فندم. الزفته اللي اسمها راندا الاسمر. مال راندا الاسمر ومال خطف ابنك؟ ده غلط البي جوزي. انا عايزه عنوانها، عايزه اطب عليها دلوقتي حالا. يعني ايه عاوزه تطبي على بيتها دلوقتي حالا؟ الله، هو انت اتعديتي من جوزك ولا ايه؟ بقى عادي يعني يروح لطب على الناس كده في بيوتها جاجهوني؟ يلزمك اذن نيابه. معاكي اذن نيابه ايه وابني مخطوف؟ طب ما انا مش فاهمه ايه مصلحه الست اللي انت بتتكلمي عنها دي من خطف ابنك. البي كان هيتجوزها زمان وخلع مش كده؟ اه خلع عادي جدا، ما هياش حاله خاصه وانت عارفه ده كويس، عارفه ان في حالات زي دي كتير. انا معاكي ان في ساعات الست بيبقى عندها حاله الانتقام عاليه زياده، يعني ممكن تحرق له هدومه، تدشدش له عربيته، لو صحتها كويسه ممكن تمسكه ترنه علقه. انما توصل بيها حاله الانتقام للدرجه دي، لدرجه جريمه؟ لا 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 لا، ما افتكرش يا امل. انت ما تعرفيش التفاصيل، كان في جواز غير معلن غير موثق، وكان في بيبي اتخلصت منه بتردها له. اسود ست جبروت امراه. لا اذا كان كده يبقى بجد المساله عاوزه لها تفكير. انا مش عايزه تفكير، انا عايزه عنوانها. هتعملي ايه بس يا حبيبي بعنوان بيتها؟ اسمعيني، الحرامي لما بيسرق سرقه استحاله هيروح يخبيها في بيته، اكيد هيدور على حته تانية يخبيها فيها. وبعدين ده بيبي يعني طفل، اكيد هيصرخ وصوته هيطلع والجيران هتسمع واكيد هيسالوها عن الحكايه. احنا كده بنفكر غلط. انا شايفه انه تطلبي من جوزك ان هو جوزي ايه اللي اطلب منه اللي بيدور لي في ملفات المجرمين وقتالين القتله؟ انا عايزه ادور في ملفات الستات اللي كان بيعرفه. وايش دراكي دي كانت حبيبه القلب، يمكن قلبه يحن تاني. حرام عليك يا امل، انا شايفاكي بتتكلمي عن جوزك بشكل فظيع، بطريقه ناشفه قوي من قرفي. طب اهدي بس يا حبيبي وفكري معايا. طب معقوله مذيعه زي راندا الاسمر، مذيعه مشهوره ومعروفه، تحط نفسها في موقف زي ده؟ حتى لو كانت مغلوله منه، حتى لو كان السواد مكمكم جوه قلبها، معقوله تعمل جريمه زي دي؟ استحاله. تعمل اكتر من دي الف مره. اللي خطف ابني بيفكر بخبس، بيفكر كويس قوي. اذا كنت بتحبيني عايزه اوصل لها. حاضر، قبل النهار ما يطلع هعرف لك عنها كل حاجه، ولو عاوزه هروح اطب عليها زي القدر. هيبقوا قادرين، انا جايه معاكي.